التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع أعضاء اللجنة الأمريكية اليهودية، وذلك على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث تم استعراض مسار تطور العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل الارتقاء بها في كافة المجالات، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تم التطرق إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.